بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء. معالي الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية. أصحاب المعالي والفضيلة، الإخوة الكرام، في مستهل كلمتي هذه أعبر عن فائق التقدير والامتنان لهذا البلد العريق بحضارته وتاريخه وأمجاده ورجاله ونسائه، جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا. كما أهنئ أخي معالي وفضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على هذا التنظيم الرائع، مثمنا هذه الجهود الباهرة، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر المنعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. وإنني أحمل إليكم رسائل الود والوئام من بلاد دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الأخوة الإنسانية وصرح المحبة والسلام وتمكين المرأة وتثمين عطائها، فلها التميز الأكبر والحظ الأوفر في كثير من المجالات، ومنها قضية المؤتمر التي نلتئم حولها اليوم. أيها الحضور الكرام، سأتناول بإذن الله تعالى في هذه الكلمة التي اخترت لها عنوان الوعي نواة أمن الأوطان، شقين هما الركن الركين والركيزة الصلبة لهذه القضية، الشق الوطني والشق الفكري، وأتبعهما ببعض التوصيات والمقترحات. أما الشق الوطني فإن دولة الإمارات سجلاً حافلاً في قضية المرأة منذ عهد حكيم العرب الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي آمن بقدراتها وراهن عليها حتى كانت كلمته التي خرجت مخرج المثل عندما قال: أنا نصير المرأة في كل ما يضيمها، شعاراً لتلك المرحلة. وقد كانت لرفيقة دربه أم الإمارات حفظها الله ورعاها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بما أولته للمرأة وشؤونها من رعاية مباشرة أثر كبير فيما نالته المرأة الإماراتية من التمكين، حتى وصلت إلى ذروة المهام الجسام. لقد تعلمت وعلمت وربت ونشأت وخدمت وطنها في كل الميادين، وتولت الوعظ والإفتاء وأعدت الأجيال والعلماء، فكان مسارها مضيئا. أيها المشاركون، أما ما يتصل بالشق الفكري فإننا بعيداً عن تحديات الوعي ومفاهيمه نعقد آمالاً كبيرة على المرأة لأداء هذا الدور، لأنها الأكثر موثوقية وأمانا، فهي الحصن الآمن الدافئ والسد المنيع ضد التيارات الجارفة. دور المرأة لم يكن يوماً ما دوراً ثانوياً، بل هو دور أساسي، وهذا الدور يجب تفعيله وإنعاشه وإحياؤه، خاصة مع بروز بوادر استغلال المرأة لدى الجماعات المتطرفة، لتكون جسراً للفكر على مر التاريخ، ولا يليق بها إلا أن تكون الوتد والعماد، فهي راعية في بيت قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، ومسؤولية عن رعيتها، ولها حق الحضانة لقيم مجتمعها، تنقل الهوية الوطنية وترضعها، حتى إذا بلغت مبلغها فطمتها تلقيناً ورعتها مسؤولية وتنمية، حتى تستوي القيم على سوقها في المجتمع برمته. إننا عندما نتحدث عن المرأة في سياق الوعي نتحدث عن المدرسة الأولى وعن الجامعة وعن التربية وعن المجتمع وعن الأخلاق والقيم وعن الاستدامة وعن الوطن، فهي قوى وإمكانات وقدرات وممكنات، من أي زاوية نظرت إليها تجد الأمان والحصانة والجد والمجد والأمل والعمل. إن هذا النوع من الوعي الذي هو مجال النظر في مؤتمرنا هذا يؤسس له القرآن الكريم
ويرسم معالمه في قصصه. ومن هذا البلد الطيب وعلى وادي النيل العظيم ربط الله تعالى على قلب أم موسى وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ولكن الأم والأخت كانتا في غاية الشعور والوعي المكسوان بالحذر والخوف، وهو وعي سيدتنا أم مريم العذراء حين قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لتكون ثمرة هذا الوعي استدامة أجيال واعية، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، مركوز في جبلتها الأولى الروح والتصديق، أسرة من ذكر وأنثى وبنين وحفدة، أجيال متعاقبة متآخية صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين والواعين العاملين. أيها السيدات والسادة، إن الجماعات المتطرفة منذ زمن غزالة الخارجية امرأة الشبيب وأم حكيم زوجة قطري بن الفجاءة، وهي تستهدف المرأة ليس لكونها الحلقة الأضعف كما يظن، بل لأن عزيمتها صلبة وإرادتها قوية تتهاوى أمامها الجبال الراسيات. ولتحقيق المقصد المطلوب من هذا الوعي أشارك معكم من هذا المنبر مجموعة من المقترحات. أولاً، يجب أولاً بمناسبة وجودنا في أرض الكنانة، أرض المبدعين والمبدعات عبر التاريخ، يجب علينا أن نستحضر نماذج لعالمات رائدات في شتى الميادين ومختلف المجالات، لتكون تلك النماذج إلهاماً لمشاريع وطنية نكمل بها مسيرتنا الحضارية في مؤسساتنا الدينية. ثانياً، إن الوعي بخصوصياتنا الثقافية والتشبث بهويتنا الوطنية والالتزام بمواثيقنا الدولية بمثابة الرضاعة الطبيعية القادرة على ضمان أجيال واعية تقدر مسؤوليتها، وتبقى المرأة هي التي تحظى بالأهلية الكاملة لأداء هذا الدور وتحمل هذه المسؤولية بجدارة. ثالثاً، إن قضايا المرأة لا ينبغي أن تكون من القضايا المهملة التي تكثر حولها المغالطات، مثل تعليم المرأة وعملها وتوليها المناصب واستقلال ذمتها المالية وبعض العادات والتقاليد التي تنسب للدين وتنقص من قيمة المرأة. فلا بد أن يكون لمؤسساتنا موقف حضاري واضح وصارم وصريح يليق بواقعنا المتطور وبكرامة المرأة، ويجب علينا أن نقف في وجه تلك الشبه ببيان الرأي الشرعي الحضاري لديننا الحنيف. رابعاً، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي والعوالم الرقمية والإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي أضحت واقعاً معقداً، فإذا كنا شديدي الحرص على سلامة المنتج الديني من خطب وواعظ ودروس وتثقيف، فإن أسرنا وبناتنا وأهلينا بعاطفتهم الجياشة يستهلكون محتويات فكرية ودينية لم تمر تحت الرقابة والجمركة، ومعظمها غير صالح للاستهلاك، بل هي ألغام شديدة الخطورة. خامساً، إن من أشكال تجديد الخطاب الديني فتح المجالات الكافية للمرأة بالمشاركة في صناعة محتويات دينية بأساليب ووسائل وأدوات تتوافق مع ذوقها وطبيعتها، فهي الأعلم بما يخصها. سادساً، إذا كنا نطالب المرأة بالوعي فإنه يجدر بنا أيضاً الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها، وأن يكون لنا دور إيجابي تجاهها ونكون خير معين لها، فنسد الفجوات أمام من يستثمرون في قضايا المرأة تشدداً وابتذالاً. سابعاً، إن واجبنا اليوم من أجل بناء هذا الوعي أن تنفتح مؤسساتنا الدينية على الشراكات البينية، وخاصة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الأسرية والمجتمعية، لتقارب وجهات النظر والعمل على تحقيق أهداف مشتركة ونقل تجارب ناجحة. ومن هذا المنطلق، فإن دولة الإمارات تعرض تجربتها المتميزة في هذا المجال على الأشقاء والأصدقاء من أجل مجتمعات إنسانية آمنة وأسر مستقرة وعالم تنعم فيه الإنسانية بالسلم والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حفظ الله أوطاننا وقيادتنا وبارك في شبابنا وأجيالنا
ووفق نساءنا وأدام الاستقرار والأمان في ربوعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.